مالك يا بنت اليومين دول؟ نجمك بقى خفيف قوي. دي عين وصابتها يا حاجة والله. طب قربيني منها، اقرا لها ايتين يحصنوها. ما تخافيش، دي الحاجة ايدها كلها بركة. روح اعملي لها كوباية تليو. حاضر. قربي مني، قربي مني علشان احصنك. تعالي تعالي لما ارقيكي. لا اله الا الله، مالك الملك، يعز من يشاء ويذل من يشاء، وهو على كل شيء قدير. بتبصلي كده ليه؟ خايفة مني؟ حد يخاف من ست عجزة من صابة في دراعها ومحبوسة في كرسي بعجل؟ تعال تعال اما رقيكي من وسوسة إبليس ومن التهيؤات اللي عندك. ربنا يكفينا شر المستخبي. بدران هنا ومروقين عليه ومستقنيس على الاخر يا برنس. آسف. قاعد على البدران. قلبه بيوجعه عايز حد يدلعه، الواد قلبه بيوجعه وعايز حد يدلعه، الواد بيقول الاخ مش لاقي حد معاه، الواد بيقول الاخ. كراماتك شكلها هتبان يا متر. دايما بتلبس في الوقت اللي مش مناسب يا مالك. مونيا انا ميرام يا بص. ما ترديش، خليكي جنبي هنا، هحتاجك على انك مونيا. ده نص الكلام بس. نص التاني قدام النوح وفلوسه. ما انا قلت لك هتاخد اللي هتطلبه. لا ما عايزيش تنفع معايا العمله دي يا حبيبي. يقبجني هتلاقي نص الكلام اتشبك مع اخوك. ما يتخافش عليك يا بنت، استبينا. بس انا عايزك تنور اخوك. بدل ما نوح يلعب معايا الدنيئه ويديني كتف، الاقي نفسي بره الملعب. خليه احس ان انا ليا دور مهم معاك. بشرط موني. لا مش ده. ها؟ تجيب لي منه اعلى سعر. حلو حلو قوي. اشكيني قولي افندينا ناوي على ايه في شهر العسل؟ It's a great blend. الخلطة هايلة. بس الأصل من عندكم. It's original belongs to you.
We have asked to see this blend to know its effect on the quality of goods given to you. And obviously, it's a positive one. احنا طلبنا نشوف الخلطة دي عشان نعرف مدى تأثيرها على نوعية البضاعة اللي بنديها لكم. واضح ان التأثير ايجابي. اقصانة يا باية ولسه في تطوير. I made it with my own hand. It still needs some improvement. And I will be improvement more. لسه طورها تاني. And I will be improvement more. And how are you going to improve it, افندينا؟ وناوي تطورها ازاي افندينا؟ ده كام الحضارات اللي موجودة كلها في السوق. إما الهندي إما صيني. الألماني ابن بلده شاحح مع إن عليه طلب وطوابير ياما. وعلشان بقى الأصل الألماني ده يجيب لي ثمنه لازم الخلطة دي هي الحل. لازم أخلطه كده. وهنعمل منها البرشام كمان. The chemicals available in the market are either Chinese or Hindi. Original German chemicals are dimensioned while the diamond is diamond high. What do you need, أفندينا؟ طلباتك أفندينا؟ بضاعة بيور. نعمل منها الخلطة والمكسب يتقسم بحق ربنا. Pure goods to make the blend and the share will be justly divided between us. المكسب يتقسم بحق ربنا. Fairly divided. But on one condition, you should open new and various markets. More you reach to new markets, more you will earn profits. بس بشرط تفتح أسواق جديدة ومناطق بيع مختلفة. على قد ما توسع على قد ما هيكون نصيبك. اطمنوا. البضاعة اللي زي دي مش محتاجة ولا تتسوق ولا نفتح لها أسواق. هي هتسلك نفسها بنفسها وسط الجرمة اللي احنا عايشين فيه. الناس مش طايقة نفسها، مش عايزين يفوقوا عشان ما يشوفوش اللي بيحصل حواليهم. احنا بقى هنقدم لهم الخدمة الإنسانية دي. Don't worry, this type doesn't need any publicity. It's widely spread everywhere. People are started with drugs. They don't want to wake up and see the world around, so we will make the service to make them live in another world. وقول لهم ان هنخلي الناس متكيفه على الاخر. And the people will be very high. Very. افندينا, opening new markets is very important. فتح الاسواق مهمه برضو افندينا. انا ابتديت فعلا وفتحت ابواب رزق لناس كتير. ادوني انتوا بس البضاعه وسيبوا لي انا المزاج. Very mistake. I have already started and proved many with the chances to learn living. You just give me the goods and I will make the pleasure. Cheers to Afandina and to the magical blend. يتوب علينا ربنا. Cheers. Cheers to Afandina and the magical blend. المطره دي مهره وعايزه خيال رفيع. لم لسانك يا شفاع، الحيطان ليها وداه. معرفش شفنا فوخي بفك صليبه بنت الايه. يا جدع انت دي مرات المعلم، ما انتش حمل قلم لا من المعلم الكبير ولا من الصغير. لا كبير ولا صغير. ده عايزه واد فاكر ومطقطق. تكون جايب اولها من اخرها. وبعدها لك يا شفاع، انت السيجاره دي لطشتك ولا ايه؟ دي هي اللي طولتش بلد، مره ايه؟ على السكين. يا جدع انت دي مرات المعلم. سلامات يا معلم. ده عيل كواركو ما يسدش. ده متجوزها تخليص حق. يجي فين هو في المعلم الغريب؟ الله يرحمه. وانت بقى الباب اللي هيسد؟ لما معاك مفتاح تخش. معاك مفتاحها؟ بجمع اليومين دول. انت مش فاكر لما شفناها في الحارة زنهارت واتكركبت وخدت في وشها ورجعت على طول؟ عادي يعني، ما كانش فيه أي حوار. أنت بقى مش شايف. أنا شايف. ولسه هشوف. يا أبو مخي بونيتيل. ماشي يا عم الشواف. ولع يا. كده زي الهبل. انا اختي مش عارفه انت مستنيه ايه لما يتجوز عليكي الثالثه ولا الرابعه. تلاقيكي قاعده مستنيه لما يرميكي في الشارع بالهدمه اللي عليكي. وهو داير يتفسح لي ويقضي لي شهر العسل وانت قاعده كده عماله تاكلي في نفسك لما بقيتي حته جلد على عظم.
يا اختي تعملي اللي بتعمله اي ست علشان تحافظ على بيتها وجوزها، ان شاء الله حتى تنطي وتاكلي مصارينها. الخوف مش من العروسه، الخوف من اللي دايب على عتبتها يا هبله، رمانه الرقاصه. انت نسيتي؟ هي دي اللي صحيح الخوف منها. انا لو منك اروح وابص يا اختي اشوف واتاكد، مش يمكن، وهي تبقى ورقه في ايدك لما سي خميس يرجع تقومي ضربه له كرسي في الكلوب وننكد على العروسه ونخلص من الجوز. استني، ده عنوانها ومكان شغلها، روحي وشوفيها وتاكدي ان كلامي مظبوط. اه يا اختي هتروحي لها وهتقفي في وشها وتقولي ابعدي عن جوزي يا وليا. يا هبله ده حقك، بس خدي بالك دي علمه، يعني تربيه حواري، يعني بتلعب بالبيضه والحجر، وانت خايبه وما بتعرفيش تنطقي. انا عايزاكي تقفي لها بعين وجباير وتهدديها عشان لما سي خميس يرجع تقوم هي تعيط له، قوم ايه احنا نوز العروسه، قوم ايه نخلص من الجوز. انتي عايزاني انا اروح معاكي؟ من عينيا الاتنين، انا بعمل كل ده محبه واخوه، بس اوعي تقولي لحد ان انا هروح معاكي ولا ان انا اللي جبت ده انا طلع عيني كده اهو عشان اجيب لك قرارها. خدي بقى العنوان ده وخليه معاكي لغايه لما نبقى نروح، اتفقنا؟